المتابع للشأن العالمي يعرف أنه الأزمة الاقتصادية العالمية تؤثر في السياسة، وبطبيعة الحال تؤثر في السياسة العالمية يعني، وبطبيعة الحال السياسة أيضا تؤثر في الاقتصاد، لأنه السياسيين المفترض أنهم بيقوموا بكل القرارات اللي بتدعم الاقتصاد وتساعده، وتحديدا وقت الأزمات. وبالتالي أي حد بيتولى منصب في ظل أزمات اقتصادية هو في امتحان صعب جدا، لكن هتفضل هي سابقة أنه رئيسة وزراء بريطانيا اللي بدأت يعني وزارتها من 6 أسابيع فاتوا، امبارح تابعنا خبر استقالتها من رئاسة وزراء بريطانيا بعد 6 أسابيع. الاستقالة كما أعلنت ليز تراس أنها نتيجة ما تعانيه بريطانيا بشكل عام وأوروبا طبعا من موجات تضخم غير مسبوقة وغلاء أسعار، لكن القصة فيها تفاصيل أكتر من كده. ليز تراس صاحبة التاريخ السياسي الكبير، اللي هي بدأت من عضوة في الحزب، ثم عضوة في مجلس العموم، ثم وزيرة للعدل، ثم وزيرة للتجارة، ثم آخر رئيسة وزراء في عهد الملكة إليزابيث. لكن الحقيقة أنه من المعلن ومن الواضح جدا أنه السياسات المالية والأوضاع الاقتصادية هي السبب. في نفس الوقت بتاع الأوضاع الاقتصادية بتاعت ليز تراس اللي دفعتها للاستقالة، لأنه في احتجاجات من الناس على غلاء المعيشة وتفاصيل كتير داخلية، في كمان تفاصيل اجتماعية ظهرت من خلال دراسة بتقول أنه حوالي 4.5 مليون شخص في بريطانيا بيخططوا للهجرة هذا العام بسبب غلاء المعيشة. طبعا الأخبار بتاعت الهجرات الضخمة والأعداد الضخمة دي حاجة البلاد الأوروبية مش متعودة عليها. طبعا العالم كله الناس بتشتغل في كل مكان، وناس بتتحرك بسهولة يمكن أكتر مننا كمان، لكن إحنا بنتكلم عن موجة من الغلاء اللي الناس مش قادرة تتحملها، وما فيش رؤية واضحة للتعامل معها. إحنا عندنا بقى أسئلة تخص التفاصيل، هو غلاء الأسعار اللي احنا في مصر بنعاني منه شكله ازاي في دول أخرى أو في مكان آخر من العالم نعتقد أنه استقراره راسخ وقوي، ويعني من المفترض أن يواجه هذه الأزمات بشكل أكبر من الثبات. احنا متشرفين أنه معنا من لندن الكاتب الصحفي محسن حسني. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين الكرام. أستاذ محسن، الأزمة الاقتصادية هي سبب الأزمة السياسية أم العكس؟ ليس العكس، الأزمة الاقتصادية هي سبب الأزمة السياسية. المشكلة التي تعانيها بريطانيا يعانيها العالم، وهي أزمة تضخم جامح لم تشهده البلاد منذ نحو 40 عاما. وصلت معدلات التضخم إلى 10%، وفي توقعات أنه في العام المقبل قد تصل إلى 20%. هذا دفع الحكومة الجديدة للبحث عن حل سريع. اعتقدت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، أو الحالية، هي لا تزال حالية لحين تسليم المهام إلى رئيس وزراء جديد، هي اعتقدت أن تخفيضات الضرائب قد تحل المشكلة، ولكن كان هناك معارضة لهذه الخطوة لأنها ستزيد الأمر سوءا. التخفيضات الضريبية بالفعل زادت الأمر سوءا، وتراجعت عنها ليز تراس في هو ده اللي احنا مش فاهمينه يا استاذ محسن، ازاي يعني اذا كانت او برضو حضرتك صحح لي المعلومه، اذا كانت معظم الدول الاوروبيه لا تقدم دعم، فبالتالي الاقتصاد المواطن هو الاقتصاد اللي بيقود يعني، فهل التخفيف على الناس بتقليل الضرائب لم يخدم الناس او لم يشارك في تهدئتهم؟ ازاي ده حاصل؟ منظومة الاقتصاد الكلي في بريطانيا تختلف شوية عن باقي دول العالم. لما بتقوم الحكومة بعمل خفض ضريبي لازم تقوم بعمل دعم علشان بعض الفئات المتأثرة بخفض الضرائب لا تتأثر في أعمالها ومشروعاتها واستثماراتها. بالتالي هي الحكومة وعدت بضخ 45 مليار جنيه استرليني لتعويض الفاقد او التاثيرات الناجمه عن التخفيضات الضريبيه. هذا القرار برمته اضر بالاقتصاد، وكانت هناك تحذيرات من وزير الماليه السابق ريشي سوناك من تداعيات هذا القرار، وايضا كانت هناك تحذيرات من صندوق النقد نفسه، حذر وقال ان بريطانيا تاخذ خطوه لن تكون صحيحه 100% في السيطره
على التضخم ومواجهة التضخم التي تعانيها البلاد. طبعا بريطانيا تحتاج إلى الطاقة بشكل كبير نظرا لبرودة الجو زي كل دول أوروبا، وهناك تأثر كبير في قطاع الطاقة نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا. كل هذا كان له تأثير كبير على تصاعد يعني معدلات التضخم، وبالتالي وقعت الحكومة الجديدة في هذا الفخ، ونتج عنه استقالة 3 وزراء ثم استقالة رئيسة الوزراء. هذا هو الموقف حتى الآن. فهي أنا بشكرك شكرا جزيلا. تفضلي فن. نعم، هي إذن أزمة اقتصادية أدت إلى أزمة سياسية. إلى أزمة سياسية، مفهوم جدا. وبشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ محسن حسني من لندن. الحقيقة أنه ثبات القادة السياسيين في الوقت الصعب ده ومواجهتهم ومكاشفتهم لشعوبهم جزء كبير جدا من الاستقرار. القرار السريع لليستراس ما تقدرش توصفه هو جيد ولا هو رديء، هو احترام لرأي الناس ووضوح كده في عجزها عن إيجاد حل للأزمة، ولا هو هروب من مواجهة الأزمة وأزمة اقتصادية حقيقية بتواجهها لندن أو المملكة المتحدة.